determine the reactions at the supports والاي اي از كونستنت. عندنا نود 1 عند الاي، نود 2 عند البي، ونود 3 عند السي. ممبر 1 من نود 1 لنود 2 نير فار، وممبر 2 نير فار من نود 2 لنود 3. الكي 1 12 اي اي طلعت بره على 5 تكعيب اللي هي القيمة دي، وهنا 6 اي اي على ال تربيع نفس الشيء، من 4 اي اي على ال، ونكمل الستيفنس ماتريكس حسب القيم اللي موجودة هتلاقيها في الشيء للممبر الأولاني، نفس الشيء للممبر الثاني، ونجمعهم مع بعض يطلع لنا البيم ستيفنس ماتريكس. في روتيشن هنا فهحط 1، روتيشن هنا هحط 2. هنا مفيش لا روتيشن ولا فيرتيكال ديسبيسمنت، نفس الشيء هنا مفيش فيرتيكال، مفيش فيرتيكال، يبقى 3 نون بصفر، 4 و6 دول كلهم فيرتيكال ديفليكشنز، و5 الروتيشن عند الاي بصفر. يبقى المعلومه عندنا 3 4 5 6 بصفار، والواحد واثنين دول النون ديسبيسمنتس. بالنسبه للكيو الابلايد اكسترنال فورسز، هنا مفيش حاجه، هنا هشيل الانترميديت لود واعوض عنه 12 في 5 ب 60، يبقى 30 هنا و30 هنا، ومومنت كده وكده كيو ال سكوير على 12، 12 5 تربيع على 12 25 كده، 25 كده. ال 25 هنا تتبلع مع المومنت اللي هحسبه اللي هسميه كيو 5 ماينس 25، وطبعا كيو 6 هتبقى ماينس 30، وكيو 4 هتبقى ماينس 30 اللي هو نص اللود. الكيو 2 عندنا هنا مومنت قلنا 25، ده هيكون بوزيتيف، يبقى احط 25. هنا في صفر، مفيش اي انترميديت لودز، وده بن فعنده المومنت بصفر، يبقى اقصى اليمين عند الديسبيسمنت 1 صفر، عند الروتيشن عند النود 2 ب 25 لان عكس الساعه. كيو 3 الفيرتيكال رياكشن اقصى اليمين مش مطروح منه حاجه لان ما كانش في انترميديت لود. كيو 4 وكيو 6 كان في عندنا 30 و 30 لتحت، ده تاثير اللود على البي، فانا بحسب الفرق بينهم اللي هو كيو 4 ماينس 30 كيو 6 ماينس 30، يعني اللي هحسبه ازود عليه 30 في كيو 4 وكيو 6 عشان اطلع التوتال رياكشن عند ال 4 وعند ال 6. كيو 5 قلنا كده عكسها 25، يبقى اقول كيو 5 ماينس 25 ده اللي بحسبه، او احسب وازود 25. نبدا بحساب الديسبيسمنتس المجهوله. صفر بتساوي اي 1.6 دي 1.8 دي 2، دي المعادله الاولى. المعادله الثانيه 25 بتساوي اي 0.8 دي 1 2.4 دي 2، يساوي صفر او مش يساوي صفر، يساوي 25. فعندنا معادلتين في مجهولين، جبت الدي 1 والدي 2 بدلاله الاي اي. الكيو 3 اللي هي الفيرتيكال رياكشن اقصى اليمين عند السي عند النود 3، اقدر احسبه اقول اي اي ماينس 0.96 دي 1 ماينس 0.96 دي 2. كيو 4 وكيو 6 هجمع عليهم 30، دول عباره عن الرياكشن عند النود 2 والنود 1 4 و 6. طبعا احسبه نفس الشيء، كيو 4 ماينس 30 بتساوي 0.96 دي 1 و0.7292 دي 2. كيو 5 ماينس 25 اللي هو المومنت عند الاي، صفر دي 1 زائد 0.4 دي 2، طبعا ما ننساش نضرب في الاي اي. والفيرتيكال رياكشن عند الاي كيو 6 ماينس 30 بتساوي 0 دي 1 زائد 0.24 دي 2، ما ننساش نضرب في الاي اي. كده يطلع لنا كيو 3 اللي هو الفيرتيكال رياكشن عند السي او عند نود 3، كيو 4 وكيو 6 عبارة عن vertical reactions عند النود 2 والنود 1. لو جمعت الاثنين دول 66، شيل منها الستة، يطلع 60 لفوق اللي هي تقابل 12 في 5 60 لتحت. الكيو 5 ده المومنت عند الـ A، يبقى كده حسبنا كل reactions. طبعا لو طلب يحسب internal shear moment نطبق معادلة الكيو بتساوي K في D زائد Q نود، طبعا عملناها في مسائل سابقه. لو كان طالب الانترنال شير والانترنال مومنت لاي بيم، سواء طالب بس الرياكشنز، فاحنا جبناهم هنا
طلع ب 30 33 33 وطلع المومنت هنا كده تقريبا ب 30 كيلو نيوتن دوت متر. طبعا وحدة المومنت كيلو نيوتن دوت متر، أما الفورسز الرياكشنز كيلو نيوتن زي ما احنا شايفين.